قعدنا بروغرام صغير هنا المدينه القديمه، ندخلوا المدينه القديمه الشوارع القديمه في بوسعاده. راني مع الجيد تاعي هو راه هنا يمشي عبد الباسط. دوك ندخلوا المدينه القديمه ومن بعد نفوتوا حتى المسجد الاكسر اللي مخدوم اللي كنتو شفتو بالمخل، نقولوا مسجد النخل احنا. ومن بعد ابريسا نركبوا في البيس نروحوا للهام. بالنسبة احنا نصلوا في الزاوية وبعدها نديروا سيرك خفيف في الزاوية في الهام الكامل، في الزاوية مدينة الهام كاع. شوفوا المعارف ثم عندنا عين توتا، عندنا الدشرة، عندنا المتحف، عندنا ثم نشوفوهم. ومن بعد نعاودوا نوليو، نوليو ونفوتوا للمولى الفوق، ومن بعد نشوفوا البيرو دارتيزانا ونشوفوا ميزيتيان ديني، ومن بعد نشوفوا نروحوا ليدين نفطروا ثم نتغداو ثم سفيطي في ليدين. داكورا اوكي، مليح البروغرام هكذا ان شاء الله يكون يعجبكم وينال رضاكم ان شاء الله. داكورا الله يعزك ان شاء الله، الله يبارك فيك ان شاء الله. افوت سامي ان شاء الله توجو ان شاء الله. استنى وبارك واسمه مسيو هارون او جاي أول مرة. إيه سي لا بروميير فوا ندير بوسعادة. بوسعادة أول مرة نمشي لها. بوسعادة دوزيام فوا. ها؟ بصح ما حوسش فيها، بس ما حوسناش، رحنا غير لوتيل القائد هذا. أول مرة في نصر الدين ديالي. أول مرة. واش رأيك؟ انطباع أولي. بلاصة في بليزير. أنا تمنيت تجيب له. تمني بيان سور. دي جروب. بيان سور إن شاء الله. واش يخص به يعني تولي لك غواية ولازم تجيب بوسعادة؟ كلش راه عاجبك. لا هو ديالها حاجه واحده اخرى. هو كاين حاجه تجد تاتيريك شعور احساس هكذا هكا ما عرفتش واش يسموه، يجيب داك البسعاده. الله يبارك. تحس روحك في منطقه واحده اخرى ماشي كيما تزاي. وراك كيما نزلتي ما شفتي والو. مازال ما شفنا والو، هذا وين بدينا. الله يبارك. بلاصه في بليزير انا نريح هنا في البلاصه. سي بون. هذه واش يسموها عندكم في اول شيء؟ الطاقة كي تكون هكذا، الطاقة كي تكون هكذا، صاروا يقولوا لها المشربية ولا ما شاك. إيه ما باليش. الله يبارك. وأنت يا سيدتي؟ عجبتكم البارحة. واش رايك؟ الله يبارك. ها؟ شنو الحاجة المختلفة؟ أنت جيتي من قبل لهنا؟ ما فاتجي لهنا بصح كي ما تخش وحدك ماهوش أون جروب. المفارقة يعني أون جروب أحسن في رأيك؟ شنو الحاجة اختلاف؟ اختلاف
واش رايك الجلفاوي؟ يعني تمنى تجيب لي جماعة من الجلفة ولا جبت لي جيزة؟ راح تكون خرجت مسعدة إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله. يعني هذا هو النجاح، هذا الرحلة هو عندما تقدروا من ودي تجيبوا زوار السياح بوسعدة والمسيرون جميعا. بارك الله فيك. أروح أنت يا قولي لي وش رأيك؟ وش عجبك؟ وش عجبك في الرحلة هذه تاع نصر الدين ديني؟ كل شيء. الله يبارك. فرحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب. صحيتو صحيتو، واش هاد الرحلة؟ جيتي سيارة وحدك؟ من اللي جيت توريهم؟ واش رايهم يعني؟ بعد أول ما زرت إيتيان ديني هنا؟ ومن بعد وين ناوي تروح؟ رحاب؟ إيه؟ ما شاء الله، وين ناوي نتغداو إن شاء الله؟ إيه الله يبارك. بصحتكم إن شاء الله وجمعة مباركة. Thank you.
السلام عليكم سيدي، واش ممكن تقول يعني؟ السلام؟ الزيارة تاعك هذه رقمش البوسعادة؟ استكشاف بعض المناطق السياحية، ومن بعد هذا الترويج، نقوم برحلات مفيدة لبعض السواح اللي يشكو في الواحات، اللي يشكو في الجمال تاع بوسعادة. هذه هي المجيئة تاعنا. جيت هنا من قبل؟ جيت من قبل، جيت. كنت هنا وشفتها. كي جديد؟ كي سمع حسيت بحاجة جديدة ولا؟ شيء كاين، كاين فيه كل شيء جديد. بوسعادة كبرت، ما عادتش بوسعادة تاع قديم الزمان، وهي كبرت، ولكن كبرت في إطار منظم، ما فزتوش بعض الآثار تاعها، والحمد لله اكتشفنا أشياء اللي ما كناش نسمعوا بها فقط، ولكن اليوم جينا لها نشوفوها بعين الله. يعطيك بارك الله فيكم. احكي لي هذه الوصية اللي خلاها مكتوبة بالدارجة، لو كان تشوفوا إلى محبنا وأعز الناس عندنا ولدنا سليمان بن إبراهيم، لو كان ما بتني لو كان صابتني الموت كتبت في كتيبة ورثتي باشر يدفنوني دجينا يدفنوني دفينة مسلم ايه موحد ويردو فريستي الى بوسعادة. وكان مت في تحدك تقرأ هذه الكلمة أسمنا ذلك مبالك في فرنسا لكن لو كان ما سبتوش كيفاش فريستي إلى بوسعادة، نطلب منكم تبني لي قبر آخر في جبل الموامين. هذا الحي اللي رانا فيه يقولوا حي الموامين. حي الموامين تكتب فيها الشهادة أني مسلم. مدينه خالص مدينه خالص وأنا شهدت أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله وتدفن فيها حاجة تاع بستي في مضرب فريست، يعني تدفن حاجة من لبستو في المكان تاعنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أبيك ديني، يعني هو كان متبنيه صديق وكبر معاه، ربما راكم شفتوا الصورة تاعو في البيت نتاعه، إلا وراكم الكتاب راه نتيجو، راه مش بعيد عليه في البلاج، يعني كبروا كيف زين، ولكن كان متبنيه علاه؟ لأن باش من الورثة نتاعو ما يجوش يدوا الكنز اللي خلاهنا في مدينة بوسعادة. Yeah.